استعادة مدينة الدار البيضاء المغربية شيئا من بريقها الثقافي بإقامة مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي في نسخته الثالثة. هو رونق المدينة، وكم جميل أن يكون مهرجان مخصص للسينما العربية، السينما التي تحتاج فعلا لمثل هذه المهرجانات لإبراز أفضل الصناعات السينمائية على امتداد الوطن العربي. والطبعة الثالثة للمهرجان المختتمة نهاية الأسبوع كانت ناجحة بكل المقاييس بالنظر للأسماء الوازنة التي شكلت لجنة التحكيم والتي يرأسها المخرج المصري خير بشارة، فضلا عن تنافس 9 أفلام عربية حققت رواجا كبيرا في مسابقة الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة. لكن ماذا عن سلسلة التكريم؟ سؤال نطرحه والإجابة مشاهدينا. المهرجان شهد تكريم 3 وجوه من صناع السينما في العالم العربي، وهم المخرج المصري الكبير خير بشارة، رائد الواقعية الجديدة في السينما المصرية، والممثل المغربي الكبير محمد خوي، بالإضافة إلى المخرج رشيد مشهراوي. رشيد مشهراوي طبعا أحد مؤسسي السينما الفلسطينية الجديدة. لكن ماذا عن الجوائز؟ علاوة على الأسماء الوازنة، تتساءلين عن حصة الأسد من الجوائز. كانت مشاهدينا من نصيب فيلمين، الأول فرحة للمخرجة الأردنية دارين سلام، والثاني بين الأمواج للمخرج المغربي الهادي ولاد محند، حيث انتزع فرحة 3 جوائز وحصل على الجائزة الكبرى للمهرجان وعلى جائزة الإخراج وأيضا على جائزة أحسن دور نسائي إذ منحت للممثلة كرم الطاهر. كما حظي الفيلم السينمائي بين الأمواج بدوره على 3 تتويجات في المهرجان بعد نيله جائزة لجنة التحكيم وجائزة أفضل سيناريو وجائزة أحسن دور رجالي، حيث منحت للممثل سمير قاسمي. كما نوهت اللجنة بالفيلمين السينمائيين قوارير ل3 مخرجات سعوديات، فضلا عن فيلم قيمة ساعة للمخرجة المصرية منال خالد. وماذا عن آراء الحكام وكذلك رأي رئيسة المهرجان؟ واللي فاز فيلمين، فيلم من الأردن اللي هو فرحة، وفيلم من المغرب اللي هو من الأمواج، وهي الفيلمين كلاهما متميز جدا. اخترنا 3 جوائز وتنويه. بصراحة كان الاختيار شوي صعب لأنه كان فيه كتير أفلام ذات نوعية جيدة، ونتمنى أنه قدرنا نعمل الاختيار الصحيح. أظن أن جودة الأفلام التي شاهدناها والتي توجناها تنبئ بمستقبل جميل للسينما العربية مستقبلا. جديد الدورة، فهو كان إضافة أفلام وثائقية إلى الأفلام الروائية، ورشات يعني 3 ورشات بعد أن كنا في السابق كان عندنا ورشة واحدة هي كتابة السيناريو، هذه المرة كان 3 ورشات كتابة السيناريو والتمثيل وأيضا صناعة. هذه إذن عن الأصداء داخل لجنة التحكيم. ماذا قال صناع الأفلام الحاضرون والمتواجدين في هذا المهرجان؟ أنا فرحان بزاف، فرحان بزاف بزاف. وفيلم قصة ديال واحد العائلة مغربية تعيش أمام البحر المحيط الأطلسي، عيشة فقيرة، أسرة فقيرة لكن هي منفتحة بالعقل. أنا شاركت بفيلمي بقوارير، والحمد لله إحنا أخذنا تنويه من لجنة التحكيم. أحب أشكر فريق العمل وأشكر كل شخص آمن بهذا الفيلم، والآن إحنا بنحصد ثمار التعب الحمد لله. سعيد، الجائزة جاءت ما بين مجموعة من الأفلام القصيرة العربية المهمة. أنا جيت سعيد هذا الفيلم القصير الأخير أيام الربيع كيجي من بعد مجموعة دي الأفلام القصيرة، أيام الصيف، يوم المطر، يوم الخريف، وهذا. إذن كانت هذه تصريحات مختلفة من الفاعلين في المهرجان، لكن ماذا عن رأي النقاد الذين حضروا المهرجان خالد؟
للإلمام بجوانب هذا المهرجان نسعد بأن يلتحق بنا من مدينة فاس الناقد المغربي أحمد سي جلماسي. سي جلماسي سيدي الفاضل، أهلا ومرحبا بك، شكرا لك على قبول دعوة برنامج ضفاف. نتحدث بداية عن مهرجان الدار البيضاء، ما موقعه في خارطة المهرجانات العربية؟ وفي الحقيقة مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي هو مهرجان فاتي، هذه الدورة الثالثة. هو فاتي ولكنه استطاع أن يفرض نفسه في خريطة يعني المهرجانات السينمائية المنظمة بالمغرب أولا، والمهرجانات السينمائية المنظمة يعني في العالم العربي. ومهرجان له قيمته الخاصة فيما يتعلق بالمغرب، المغرب يشهد طفرة في المهرجانات السينمائية، وهذه المهرجانات منها ما له تيمة خاصة به ومنها مجموعة من المهرجانات متشابهة، إلا أن مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي اختار تيمة الفيلم العربي. وفي الحقيقة يعني الأفلام العربية خاصة الجديدة لا تتاح لنا في المغرب فرص مشاهدتها بكثرة باستثناء مهرجانين أو ثلاثة، هما مهرجان الرباط لسينما المؤلف، وأحيانا مهرجان مراكش لأنه هو أكبر مهرجان، وهناك كذلك مهرجان تطوان لبلدان البحر الأبيض المتوسط. إلا أن مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي أصبح متخصصا يعني ولد متخصصا في السينما العربية. وحضرت الدورة الثانية وحضرت بعض الأيام من الدورة الثالثة، ولكن استمتعت في الحقيقة بمتابعة عينة منتقات بعناية من أهم الأفلام العربية. نعم أستاذ أحمد، تحديثا عن هذه الأفلام، الأفلام المشاركة في المهرجان، أنت كناقد كيف تقيم مستوى جودة هذه الأفلام من الناحية الفنية وأيضا من الناحية المعرفية؟ في الحقيقة أن الأفلام التي شاهدناها هي أفلام يعني متنوعة، هناك أفلام رواد أو يمكن نقولوا سينمائيين مخضرمين بحال الأستاذ رشيد مشهراوي اللي هو الفيلم ديالو الذي عرض في الافتتاح عرض خارج المسابقة، وهذا الفيلم هذا بطبيعة الحال بالإضافة للأفلام ديالو الأخرى تتبين بأن مشهراوي يعني فرض اسمه بقوة نظرا لتمكنه من أدوات التعبير السينمائي، ونظرا كذلك لصدقه، ونظرا كذلك لتناوله لقضايا لها علاقة بالمعيش اليومي للأسرة الفلسطينية في الأراضي المحتلة، ولكن بمهنية وبعمق، ويمكن أن أطلق على أفلامه صفة السهل الممتنع. هي أفلام بسيطة في حكاياتها ولكنها عميقة من حيث بعدها الإنساني. شاهدنا كذلك في المسابقة الرسمية فيلما لأحد رواد السينما السورية وهو الأستاذ عبد اللطيف عبد الحميد، الفيلم ديال الطريق اللي هو كذلك من عبد اللطيف عبد الحميد يعني من كبار يعني السينمائيين العرب، اللي شاهدنا كثير من الافلام ديالو في مهرجان الرباط لسينما المؤلف وفي مهرجان تطوان، ولكن في هذه السنه اتحفتنا يعني البرمجه ديال الدوره الثالثه بفيلمين يمكن اعتبار كتابته كتابة نوعا ما كلاسيكيه، ولكنه لا يخلو من قيمه يعني على المستوى، خاصه على المستوى الموضوع ديالو وعلى مستوى القيمه ديال ما طرحه يعني من خلال هذا الفيلم. وإلى جانب هذا الرائد وإلى جانب المخرج المخضرم مشهراوي، شاهدنا أفلاما لمخرجين شباب خاصة في أفلامهم الأولى كالفيلم المغربي بين النهرين اللي هو يعني حصد تقريبا نصف الجوائز، إلى جانب فيلم فرحة الفيلم الأردني، فهذان الفيلمان يعني حصد وحدهما يعني لبغينا نقولوا جل يعني جوائز هذه الدورة الثالثة. هو فيلم كذلك ينبئ بأننا سنشاهد في المستقبل أفلاما لهذين المخرجين يعني نفهم من هذا أن المستقبل سيكون واعد مع نسخ ودورات جديدة من هذا المهرجان المخصص لتيمة الفيلم العربي. أستاذ أحمد سيج الماسي، كناقد متابع للشأن السينمائي، بتسليط الضوء على الأفلام المشاركة في مسابقة الفيلم الطويل، 9 أفلام تشارك في هذه الفئة تتوزع بين الروائي والتسجيلي،
برأيك هل هذا الأمر إيجابي، خصوصا أنك تحدثت عن خصوصية هذا المهرجان؟ وأنا في الحقيقة عندي شيء من تحفظ من يصعب أن نخلط في مسابقة واحدة بين جنسين إبداعيين، الجنس الروائي والجنس التسجيلي، إن لكل منهما كتابته الخاصة، ويصعب أن نقيم نفس الأفلام بنفس المعايير. فمعايير التقييم بالنسبة للفيلم الروائي تختلف ربما عن معايير. برأيك هل سيتم تدارك هذا في نسخ قادمة من المهرجان مثلا؟ مثلا أقترح في النسخة القادمة أو النسخ أن تكون هناك مسابقة خاصة بالفيلم التسجيلي ومسابقة خاصة بالفيلم الروائي. هذا لا يمنعني من القول بأنه يصعب الحديث عن فيلم سينمائي روائي صرف أو فيلم تسجيلي صرف، لأن هذان البعدان يتداخلان في كثير من الأفلام، إلا أنه عندما يكون البعد الروائي طاغيا غالبا ما نسمي هذا الفيلم فيلما روائيا، وعندما يكون البعد التسجيلي طاغيا نسمي الفيلم فيلما تسجيليا، ولكن كل فيلم كيفما كان نوعه لا يخلو من هذان البعدين المتداخلين. أستاذ أحمد، فيما يتعلق بفئات الجوائز المقدمة في المهرجان، هناك جائزة لأفضل ممثل، أفضل إخراج، أفضل سيناريو، كيف تسهم مثل هذه الجوائز وتشكل إضافة في المهرجان وحضوره بين مختلف الفئات الفنية؟ والجوائز هي في حد ذاتها هي جوائز تحفيزية، هي تشجع على الاستمرارية في الإبداع، حبذا لو تكون هناك عدد كبير من الجوائز، لأن من الضروري أن ينبغي أن نقتصر على الجائزة الكبرى وجائزة لجنة التحكيم. مثلا هناك جوانب مهمة يعبر من خلالها المبدع السينمائي عن أفكاره وتصوراته، لا ننسى مثلا مسألة ديال التصوير، فالتصوير هذا جانب مهم، خاصة أن السينما تعتمد بشكل أساسي على الصورة، لابد من تشجيع أن تكون هناك جوائز أخرى كجائزة الصورة، جائزة المونتاج، خاصة أن الذي يتحكم في في جودة وفي إبداع الفيلم والإيقاع ديال الفيلم، كلما كان الإيقاع متوازنا كلما كان الفيلم تخلي واحد لابغيد نقول تخلق واحد تجاوب بينه وبين المتلقي. إذا مسألة المونتاج مسألة أساسية، إذا ينبغي أن ننفتح من دورة إلى أخرى على بعض التخصصات السينمائية، لأن كذلك لا ينبغي مثلا بالنسبة لجائزة لجنة التحكيم والجائزة الكبرى في نظري ينبغي الاكتفاء بجائزة واحدة، لأن الكبرى راه تشمل جميع الجوانب ديال العملية الإبداعية. أشكرك جزيل الشكر أستاذنا أحمد سيج الماسي الناقد السينمائي المغربي على هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من فاس المغربية، شكرا جزيلا لك على هذه الإضاءة.